بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج كان رابردو باسي أومكرد كهر فرموديك روايات أكريا لبيغمبر عليه الصلاة والسلام في بيستا ليكيغ لسرشا وكان باس كرابت يكم هنغاو يكم قناغ أو يكبزانين لكام سرشا وهاتوا أجر شتيك روايتك وكو فرمودا باس أكريد بلام لا هيج سرشا ويك ولا هيج كتابك نهاتوا لكتابة كاني فرمودا كواتا أو هالبسرا وحديث نيا أو دروس كراوة موضوعة وكو روايتي أما جنب يكرد كقوايا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمويت يركسي أم دعايا بخويني يكجار اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال. قوايا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمويت يركسي أم دعايا يكجار بخويني وكوايا سيصد وشصد حجي كردبي وسيصد وشصد ختمي قرآني كردبي وسيصد وشصد بندي آزاد كردبي أما لهيج سرچاويك ولهيج كتابك لسرچاوو كتابكاني فرمودن هاتوا كواتب ويا أزانين أما دروس كراوو فرمودنية وموضوعة بنايو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دروس كراو كاتك كلا سرچاوكاني فرمودا لكتابكاني حديثا نهاتبو أو أزانين ودر أكيو أشكرايا كهالبسراوة بنايو بيغمر عليه الصلاة والسلام دروس كراوة بيغن موضوع موضوع يعني دان راو يعني بنايو بيغمر عليه الصلاة والسلام دان راو دعاكا خو خندني دعاكا لخويا دروستا كاتك أو دعايا وشكاني وعبارتكاني هموي باشا وشتيكي نادروستي تانيا وتمجيدي خواي بردقار لا إله إلا الله وتسبيحاتا خندنا كي دروستا بلام او فضلك اللي را باس كراوا وكواي او اندا حجو او اندا ختم القران او اندا بند ازاد كريبو امانا كاصلينيه ونهات وبناي بيغمر عليه الصلاه والسلام سابد نيو لكتب كان حديثا نهات و اكوات الدروس نيه بلاوي كيتو باس يبكيت دروس نيه بلاوي كيتو ما دام كحديث نيه بناي بيغمر ودان راو عليه الصلاه والسلام بلام تو بلاي من ام دعاء يا اخوانم دعاء كبيخنا اسايه ما دام ذكر تسبيحات لا اله الا الله اگر شي خندني دعايا كما اثور به وارد به لقراني في روزا بدرجه كم دعايا ولا فرمودكاني في غمر عليه الصلاه والسلام هات به او باشترو لا بيشترى وقلوي كدعاياك خد داير رجيد ياخذ خلق كثير داير رجابته بناي في غمر عليه الصلاه والسلام بلن اما حديثا اگر لا سرچاو كان نهاتبو لهيج كام لكتيبو سرچاو كان يفرمو دنا هاتبو هناوية كم ياخد قناغية كم او ازانين كهالبسراو حديثني وموضوعة اگر لكتيبك هاتبو لكتيبكاني حديث ياخد لو كتباني كالبيشين كان لزانياني فيش ايما دايا ناوة علوم الشريعي تيايا تفسير ياخد فقه ياخد ترغيب وترهيب بير خسنوا ياد خسنوا بو هاندان بو عبادتكان ترساندن لنارحتي و لزحمتكان روجي قيامت كاتيك لجورك لو كتبانا حديثك هاتوا او كاتيش هر معناي او النيم كوا او حديثك صحيح بيت يعني بدرجة يكم اقر ل هيج كتابو سرچاويك نهاتبو او هالبسراو او دان راو موضوعا اگر لكتابو سرچاويك هاتبو بلام سندكي صحيحي نبو اوش هر صحيح نيا او كاتناتو عن برين فرموديا مادم سندكي صحيحي نبي جاري واهي لكتابيك هاتوا هيج سندكي نيا هر يكسل الروايات كراوا باس كراوا اجرنا وكواب يا غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي امجور الروايتان ايش صحيحين بون منا او دعائك اما جمان فيكرت كقوايا في غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي او دعايا هر كسيك يكجار بي خوانيت او كوتمان لا توركو ملاتكان امش هر بلاو وزور جار اينيرن وهر بمشي وين نسراوا اللهم اني اسألك ايمانا دائما وعلما نافعا
وقلبا خاشعة. أمك بلاو لا تركوا ملايتي كان هيا ليش يقل سرچا وكان هاتو بلام شون هاتو مرجنية كالكتابك هاتبو باسي أو هاتبو أم رواية إتر صحيح بيت سرچا وكا خاونك اختصاصي لعلم حديثانية أبي أو سرچا وياك أو كتابة أو كسدينا واختصاصي لبواري فرمدياها به وبسندك صحيحيش هنا بيتي أو رواية بسرهاتا هر أو بزنيك اختصاصي لبواره به كخوي متمانة بيكراوة واختصاصي لبواري فرمدها لقل أوشاء أبي أو روايتي بسندك صحيح باس كردي بيو هنا بيتي أم كتابة كأم بسرهاتي هنا وياخد أم رواياتي هنا وكتابة كناوي نوادر الأصول في أحاديث الرسول كداينا وأم كتابة زانايك بيايوك داينا وناوي حكيم ترمذي كالين حكيم ترمذي زور بمان لوانا خيال من بو إمام ترمذي بروات وابزانين أما إمام ترمذي بلام جاوازن أبي زانا كان ناو كانيان وشورتا كانيان ليك بكيتو بزاني يعني بو التمييز بكريت بزاني كأو زانايان كين وكتبانا هي كين وأجرنا وكان ليكتو بويا اشتبانك دواب زاني أما يكسن إمام ترمذي لقال حكيم ترمذي جاوازا أبو جعفري الطبري خاوني تفسير لقال محب الدين الطبري جاوازا ابن عربي لقال ابن العربي جاوازا وكاتك ألين حكيم ترمذي أم حديثي هنا وإمام ترمذي تيمغا إمام ترمذي بيايو كزور شارزال أبواري حديث وكتابي سناني دانا وكيكا كن لسناني أربعة كباس ما كردن سناني أربعة سناني أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجة وأمشوار كتابا لقل بخاري ومسلمة لقل صحيح بخاري ومسلمة بيانا وتري الكتب الستة كأمهات حديث نوزور بي حديثة كان صحيح كان لمشش كتابا يا حيا كاتك ألين إمام ترمذي أو كسيك إيشك لكتابة كاني سناني زور مشهور سنان زور مشهورة كاني دانا وسناني ترمذي وكتابي هي لا إلا لا ولا رجال حديث آقا دارا وكتابي إمام بخاري زور بي بسيارة كاني لإمام بخاري كردو لباري رجال حديث ولا باري حديث كان وهروها لفقه زور شارزايا كاتك لسنانكيا حديث كان باس أكاد بعض الأحكام الفقهية كان كاد يأخذ بعض لوزاناني ككارن بو حديثة كردوا وأوزاناني ككارن بو حديثة نكردوا لبرؤي بيان ويلاوازا وكارن بقبل غي كترو برواياتي كتر كردوا كواتل لفقه لحديث لرجال حديث لعلى لحديث شارزايا وكتبكشي كتبكي زور مشهور بناوبانا كاتكالين حكيم ترمذي رواياتي كردوا أو إمامي ترمذي مشهورانيا إمامي ترمذي ناوي محمد كري عيسى صالي دو صو نو حوتي كوتشي وفاتي كردوا بلام حكيم ترمذي ناوي محمد كري عبد الله صال نزيكي سي صدو بيست كوتشي وفاتي كردوا يعني نزيكي بنجا صال دواي وفاتي إمام ترمذي حكيم ترمذي وفاتي كردوا وكتبك شي بوشي ويا وكتب إمام ترمذي نيا ككتبك مشهور بالعلم حديثا وخوشي اختصاص سبوري طوابي لعلم حديثانيا ويك أم كتابي دانا وزور حديثي تاباس كردوه صحيح نيا حتى ابن القيم الله كتابه كيبر كردوه لحديثي موضوع إمامي ترمذي وقتمان أو جاواز لقال حكيمي ترمذي حكيمي ترمذي هاتو أم روايته هنا لعلي كري أبو طالب وأجرته يعني هرك روايتك أبي سيت وإخوانيته وبلاته والسيرة كروايتك أو بمشي ويا صحيح بيت الله إمامي علي قوايا أجرته الله بيغمر عليه الصلاة والسلام جبرائيل هاد بولاي لكاتك جبرائيل لله يا غمر إخوادان اشتبوا لو كاتي أبو ذر هات يا غمر عليه الصلاة والسلام سيري أبو ذر كرد جبرائيل عليه السلام سيري أبو ذر كرد فرموي أو أبو ذر يا غمر عليه الصلاة والسلام فرموي بوشي أو أبو ذر أناسن وتي بلى لناو أسمانا كانيش لأهلي أسمانا أبو ذر أز أناسين وكو تناند وكو يو ياخد باشر لأي أبو ذر أناسين أوش بهوي أوي كوا أبو ذر دعائك هي رجانا دجار إخواني بهوي أو أي ناسين سيريك دعاكي شون هنا وسيريك أم رواياتك شون أم كسانا هاتون أم شتاني زياد كردو بأم رواياتنا حربونا وستاو بلا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمو يعني بناوي أبو ذر وبناوي جبرائيل
طبعا كسيك شتك دابنا بناوي بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام بناوي جبرائيل شو دائنات بناوي صحابة كاني شو دائنة قماني اللي ويا وكسانش كحديث دائنين شتكي تر ترتيبة كان ارازيان نوبو شويك اخويان ايهان بي الله بينما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل عليه السلام فبينما هو عنده إذ أقبل أبو ذر فنظر إليه جبرائيل فقال هو أبو ذر قلت يا أمين الله وتعرفون أنتم أبا ذر قال نعم والذي بعثك بالحق إن أبا ذر أعرف في أهل السماء منه في أهل الأرض وإن ذلك لدعاء يدعو به كل يوم مرتين وقد تعجبت الملائكة منه قال تناند ملائكة سرساما بو دعائك وإخوانيات خوانيات بانيك ليه برسبلي أو دعاياتي يا غمر عليه الصلاة والسلام باني كر فرمو يا أبا ذر دعاء تدعو به كل يوم من مرتين دعائك يا تور وجيد جار إخوانيت أو جوتي بلا أي يا غمر إخوة أم دعاء لهيش كسيك من نبي استوى دو شيا يا خد دا عبارته خواي قبر بإلهام خستويت ينا وظلمة وهم وجيد جار أم دعاء إخوانم روى كما قبلة أسبح الله مليا وأهلل الله مليا وأهلل مليا وأحمده مليا وأكبره مليا ثم أدعو بتلك العشر كلمات وتروى كما قبل وتسبيحات إخوة كم ما ويك لا إله إلا الله ما ويك الله أكبر الحمد لله ما ويك يعني خوينم دعائي وأمد كلماتنا ألهم اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس شباب زين هرتن هاب مو راوستاون أو كم روايتان عندنا وكجبرائيل هاتو أبو ذر بيني وألي أما لنا ملائكة كان زاترنا سرا وقل لايئة وبهوي أم دعايا وكإيكاد ملائكة كان في سر سامن زين هرب مو وستاون يعني شتدري شان إضافة كدوا طبعا بمو نوستاون ألي قال جبرائيل يا محمد والذي بعثك بالحق لا يدعو أحد من أمتك بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر وعدد التراب وعدد تراب الأرض ولا يلقاك أحد من أمتك وفي قلبي هذا الدعاء إلا اشتاقت إليه الجنان واستغفر له المكان وفتحت له أبواب الجنة ونادت الملائكة يا ولي الله أدخل من أي باب شئت الله جبرائيل فرمي أي محمد سوين بو كسي كواتوي بحق نار دوا هر كسي لأمتك أم دعايبك خواهي قولي لقناها كاني خوش أبيت أقر لكفي دريا زياتر بن ولا جماري خولي زوي زياتر بن أما الحديث صحيح كان بيني من لا صحيح بخاريا هاتوا كفي أغمر عليه الصلاة والسلام فرميتي هر كسيك روجك صدجار بلي سبحان الله وبحمده خواهي قولي لقناها كاني خوش أبيت أقر لكف بقدر كفي درياج بي وإن كانت مثل زبد البحر يعني اللي فرمين مثل زبد البحر وكو كفي درياج وابت ليرا عليا وإن كانت أكثر علي أقر لك في درياج زيات البيت أم دستواجية أكري لو حديث صحيحة ولا أنقر تبيت مثل زبد البحر بلام ليرا زيادش أنقر دوا أو لبا هاو شوي كفي درياج ليرا عليا زيات لك في درياج بيت حديث يكجاري واهي كدان راوة شون دستواجية حديث صحيح عندي لعبارة كان لو شكان هناو خستوانة الناو أو حديث دان راوة هو حديث عن پیغمبر عليه الصلاة والسلام كصحيحة كبهو يكرد ويكوابه هو ذكر كوخاي قبر الإنسان خوش أبيت سيركين يا باسي يقين كراوة كإنسان بيقين وأدعاء بكاد يا باسي بردوامي كراوة ونمنسيد الاستغفار كباس ما كالپیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمى من قالها حين يصبح موقنا بها يعني من قالها من الليل وهو موقن بها كسي أم دعاء بخينت بيقينه يقينها بيت كاتيش كبير لمعنى دعاءك كي توجوريه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وما سيد الاستغفار كباشرين جوري استغفار كالله أي پروردگاري من تو پروردگاري مني من بندي توم تو من اتخلق كردوه من لسر أبلين وبيمانم كبتوم داوة حتى وكلت وانا ما هبت أبوء بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي اعتراف أكم بقناهي خوم اعتراف أكم بويكوا نعمتي تو زور بسرموا يعني أم دعايا سيركين باسي معنى عبودية بخواي پروردگار اعتراف كردن بعظمتي خواي اعتراف كردن بقناهي خود أنت ربي پروردگاريتي خواي تعالى وأويك واخواي قورة إنساني خلق كردوا وتو عبدي خواي يعني أم هو معنى قورة بروزانا لخو أقريت أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت وبناء قرنبت ولا شر أو كردوا خرابانيك كردوما يعني باسي بنداتي بو خواي پروردگار إقرار وإعتراف بوي خواي قورا خالقي توي دروس كردوا إعتراف بوي كتو قناه باري أمانا هموي مانا ودستواجي قوري ومانا مانا قوري لخوة قريت ولا قل أوشا يا غمر عليه الصلاة والسلام في المتي من قالها من النهار موقنا بها يأخذ وهو موقن بها كسك بيقين وأم دعاء بخوينة بياني بخوينة بيش أو إواربيت بمري لأهل بهشتا ياخد إواربي خوينة شو بيش أو يكروش بيت وبمريت بيقين وبخوينة أو أهل بهشتا جاء ما سيركين يا غمر عليه الصلاة والسلام باس يقيني كده يعني أو إيمان أو يقين قرنقا يا غمر عليه الصلاة والسلام نيفرمو هربي خوينة بزمان هرب ببيع ومعنى كي بزاني ياخد يقين وإيمان بمعنى كي هبه ياخد باسي رجو رمضاني كردو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو يكوار رجو رمضان بقريب بإيمان واحتسابه إيمان بخواي برودقار بوي رجو رمضاني فرس كردو احتساب يعني تاور كرديني أجر وباداج للان خواي برودقار أو خواي قول لقناهي خوش أبيت هروها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر ما له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو يكوار قيام رمضان شو نيجبكات رمضان يا ويكوا شو نيجي شوي قدر زيندوب كات وعبادتي تيابكات امانه همو يفرم بايمان واحتساب وخا يقولوا لو نغناه خوشبت همو يسيركن باسي ايمان احتساب باسي يقيني كردوا ياخذ باسي بردوامي كردوا لو كردوا لو ذكريا چونك او بردوامي يجي اخلاص يا بخشبه انسان او بردواميه كلا سر ذكري بردوامي روجي صدج سبحان الله وبحمده ياخذ استغفر الله زور اخوانيت امانه واكاد لو يكوا دلي انسان مصفى بدلي تزكيه بدروني تزكيه بي ويكوا بيوندي لغال خواي پروردگار زور ياخذ قران زور اخوانيت او وايل يكا لغناه كانش بدور بيت چونك براب كان كسيت كلا سر غناه بردوام بي او ذكراني بو ناخوان ريت او ذكران ناتواني بخوان يعني روجي صجار استغفر الله بكار روجي صجار لا اله الا الله ياخذ شاندين جار لا اله الا الله وحده لا شريك لا يا سبحان الله وبحمده بخينة ولسك قناهش بردوان به الا يا ابي واسد قناها كبينت يا ابي او قناها وايليكات ناتواني ذكر بخوانة يعني ذكر ناكد يعني خلقك لقناه تي وقلاون لقناه جامدا لقل يعني بشو رجلان ليان نابيسي جاريك استغفر الله بخوانة يعني قراني الله يقول قراني اقريت باسي دنيا أكاد ياخذ هرب ببيع هيج وتني هيج تبدا أن يشيد بشندين ساعات لسيارة لقلبة تا سفر يدور لنا بيسي بلا الحمد لله استغفر الله سبحان الله وبحمده نايا بدنيا يعني بلايا وخرسة يعني خواي قور التوفيق نادا چونك لسر هندي قناع بردوامة خواي قوريش توفيق نادا كلسر ذكر ويادي خواه بردوامة چونك بردوامون لسر ذكري خواه وبو خوي يكي كلا كرده وزور شاكو قورا كان كخواي قورا باسي كردوا والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نسوا الله فنسيهم أواني كواي پروردگاري النبي شو خواي پروردگاريش أواني فراموش كردوا چونك خواه فرمي يادم بكن يادتان أكم فاذكروني أذكركم يا دي خواب كيد يا خواب بردقار جيادة أكا يا كسي كلا سر قناه بردوان بيه بون منا عرق أخواته يا هندي قناه يتر أكاد ناتواني يا دي خواب بردقار جزور بكا خواه توفيقي نادا أقر توبي كردو يا دي خواب بردقار جزور كرد أو خواب بردقار هداية أدا موفقي كا بوي وازده قناهانا بيهنه لبر أوشتكي كم نيا كسي رجعنا چند دين جار استغفر الله سبحان الله سبحان الله وبحمده أخذ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اما انا بتواني بردوان بيه ولا سري بيه خويني يا روشي شان لا برق لقرآن بيروز بخويني تو بردوان بيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بتواني ام ذكران انجام بدا اما اشتكي كمني حتما او خواهي بردقار يارمتيش يداد توفيق يداد كواواز لقناهش بيهنات ولا سر طاعات بردوان بيه ايكي لو دعايانا كبيا غمري عليه الصلاة والسلام فيري كدون لدعاي مشاكان بلين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خواهي يارمتيم دا كذكري توزور بكم يادي تو بكم وسباسي توبكم وبجواني عبادتي تو انجام بدم ويهم اوفر مدانا يعني اوي كوا من اقا دار مكسيري اكين باسي اوي تيا بهوي كردويا كوا خواي قور لقناه انسان خوش بي يا بهوي ذكريا كوا سيري اكين اما رجاني تيا يا بردوامية لسري يا خود يقينا يقين يكا بشيوية كوا او يقينا واكالوي او كردويا او تو ذكرى زور جاقي خوي أقريت وبيته هو أوي كخواي قبر لو إنسان خوش ببيت ياخذ من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة أفرمي حلت له شفاعتي يوم القيامة هركسيك جويل لبان مبلد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة أفرمي أما لروج قيامة بر شفاعتي من أكبر وبعثه مقاما آتي محمد الوسيلة
آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سير كان مش كافر من قال حين يسمع النداء وكسيك جوي لبان يعني واجينت كهمو روجك همو جارك جوي لبان ما بخاني وادي على ما بس يك يجار نبيت بلكم بس بردوامي بيت أما بيت هو ويك بر شفاعتي بيغمر بكوي عليه الصلاة والسلام للروج قيامته كواتا ياخذ يقين بإيمانه وبإيمان واحتسابه ياخذ بردوامي لسر وعبادته لسر وذكره بيت هو اللي يخرجوني خايف الرودقار نقوق أماك على هركس أمد على يجار بخاني غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر وعدد تراب الأرض لقناها كان خوش أبيات أجر لك في دريا زيات البيو الجماري خاكي أرز خولي أرز زيات البيو جاري خول كي بجماري حسابك عدد تراب الأرض خول كي بجماري أجر لم يأرز بيو تاباجو عدد تراب الأرض ولا يلقاك أحد إن جهرك سيكيج لأمتكات أم دعايا لدليا أبيات أو بهشتكان مشتاقي أون بهشتكان أرز من دي بينيني أون قلشتن بديداري أو واستغفر له المكان شو أنا كاستغفاري بوكاد يأخذ ما الملكان أجر أما هلا يبي للروايات قال هنا شو المكان هات ولا شو أنا المكان الملكان الملكان يأخذ يعني دو ملائكة إلى الرأس والشب دعويلي خجوني بوكان ودرجة كاني بهشتي بو أكريتوا وملائكة بانيا كان ألين أي ولي إخوة ورا لكام درجة وأشيد بتببر ورا بهشتوا يا إما ليريا بيش أول شيء سيري دستواجه كاني أم رواية بكينو كأم شون أم بمشي ويا أم هم بعداش تجاور أبو أم كردا ويا كما أبو أم دعايا بيجوا سيري ممكن سيري السنة ذكى كين وكنت ما سير روايتك كين لكام كتابها توا قاعدية كم أويا أجر اللي هيك كتاب وسرتشاوي جنها تبو ما هالبصراوة قاعدة يدوم أويا كأجر لسرتشاوي كاتبو بلام سنة ذكى الصحيحين أبو أبشر هالبصراوة ياخد سندي هر نبو أو هل بسراو أجر سندي هبو سندك الصحيح نبو أو كاتسيري سندك أكلي تاتشني أو سندك قابلة كالصحيحة والنزيق بها قابلة هيزيكي هبيتو برواياتيكي تير بالبشت ببيتو تعضيد بكريتو بهيز بكري ليريا أم روايات كحكيمي ترمذيه نابتي وكتما لسرچاوية كاتو مسرچاوية كي يكتبي نوادر الأصول في أحاديث الرسول كي داينا وحكيمي ترمذي إسنادك شونا إسنادك إمام السيوطي لجمع الجامعة كياباسي كردوا عليه أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول قال حدثنا عمر بن أبي عمر قال حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب عن إبراهيم بن طهمان عن عاصم بن أبي النجود عن زر أنزر بن حبيش عن علي بن أبي طالب به الله يمشي ويهات ومسنده قال علي كري أبو طالب يخو علي كري أبو طالب ناسراوة صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام كي كل الخلفاء الراشدين اشتاق أو بلا بيغمر فرمي حتما راسته بلام أكيل علي رواياتكات زري كوري حبش زري كوري حبش أو يشخو متمانا بيكراوا كسي كي رازقو يم يكي كي الرجال صحيح بخاري تنانا دوانا رازقو بوا ألين كاتي خوي دو كوريها بوا حجاجي كوري يوسف في ثقافي كسي كي استمكاري زوردار بوا قراوا بشوين أنا يسوي تيبيان دوزيتو دزيريان بكاو سزان بدا قراوا بشوين أنا بوي ندوز راوتو دواي بيانو تو كان لباو كان برسا كزير كوري حبيشة لو خوي لباو كان لخوي ببرسا شونك اقل لهركو بن بيتل راستيكات بيالا شونك قدرو ناكات كاكاتيك ليه برسان وجلال والله لما الله ريق راستيكان بيالا خو كوري خويتي وانيش اقرين بشوين اكسيكي استمكارو زوردار ويس زان بدا عزيت يان بدا دزير يان بكات بلام لبر اوي اوان در راز قوبو نيوستو بحي جور دروب كا اقل شي اتواني جور اقل التورية بكار بيهن بشيوي كيوا كدروج نبي تو غنا بار نبي اواني جوات يبقن كلام علوانين بلام مستويتي شي راسته بدقيقي او بلد وتيتي لمالوان وخلك جزاني معنا وندك سيك رازغويا وتيانا لباو كان برسا اگر هرچون بي بيد علي وند رازغويا يا كسيكي وا غوايا علي كوري طالب والروايتك لي رواهات هو بلام ام كسا كعمر كوري ابن عمر ابن ابي عمر او خوي ام استاذ داناو چونك ام كسيك حديث دانيت ياد إسناد كيشي بودا أنت، شو كأقول لأخوي وبلا بيغمر فرموي خلق لي ورناقري الله أي كام صحابية ناشار الصحابية قد زنشانك الله علي كري أبو طالب ياخد صحابية كجيب التابعية قل صحابية كي بيستبيا كلام صحابية بيستوى صحابة أو بخصمتي بيغمر إخوة قشتون عليه الصلاة والسلام بيانا وتري هاولاني بيغمر صحابة تابعين جوانا كواس صحابة كان ينبينيوا بيغمر إخوة ينبينيوا عليه الصلاة والسلام كاتي كاتونة الدنيا ياخد كاتي كاتونة مدينة بيغمر عليه الصلاة والسلام للدنيا درشوا بويا امش تابعي اجداني لرا على زري كوري حبش انجا تابعي تابعين عاصم بن ابي نجود يعني اسناده كريك خات بلان بكي ازاني ام اسناده البصره وبو عمر ناوي يا اخوي كزانان حديث قسيان نسر كردوا بو نمونا
ابن حبان الله يروي الموضوعات عن الثقات شتي موضوع خلبسراو رواياتك على ثقات ولا كساني في قيمة معنى بكراو يشتي خلبسي ولا وانا ورواياتك على اوان بويان جرامو بناي اوان وديناو بوي خلق لي ورقيت متفق على نكارة حديثي وتركه قال الفلاس دجال بولكو تنان فلاس بيوتو اما دجالة كسا دجالة او اندا بدروزن ناوي در كردو و امامي سيوطي خوي ك لجمع جامعك حديث كاني كو كردو تو على هر حديثك هر كاتب وتم تنها ام حديثه ام حديثه تنها حكيمه تلميذ رواياتك كدو ترو بس ابو خويك بزاني كضعيفه شنك عليه كل ما عزي للحكيم الترمذي في نوادر الاصول فهو ضعيف فيستغني بالعزو اليه عن بيان ضعفه هرب ونديك وتم ام حديثه تنها حكيم تلميذ رواياتك كدو هرب وبس يترك بزاني ضعيفه في وزنك باس لا جوريتي ضعيفه كيف كم بياني ضعيفه كيف كم يكوات ام رواياته لكتبه كاتبه لسرچاوي كاتبه بلان او حالي سرچاوكيا ياخذ حالي او رواياته كبوشي ويا عمر بن ابي عمر كفلاس كيك لزاناني فرموده وتيتي دجاله وتيتي امد روزنا او امي دانا والروايات كردوا سندك صحيح شي بو دانا وبناوي تابعيك وبناوي صحابيك ولا جواب يا غمر عليه الصلاه والسلام اوي فرموا هذه دروس الروايات او باس كاين دروس امام جيرنا ولا ناخذ خلق بلاي كاينه نخير بكمان دروس نيه كاتبي اغادار بين لو رواياتاني هاتوا لكام سرچاو باس كراوا وسندكي شونا وزناني حديث شي الين لباريوا والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.